يا جماعه انا اتسجنت بجد. انا عايز الفوران يحصل جوه بقي. اه والله العظيم رد. طب مين اللي هياكل ده؟ انت ادي اديله. دي حيدا العيش فاتر مش شطه بجد. ازيكم يا دفعي؟ فكره التحدي بتاعت النهارده هي تحدي السجن الحار ضد السجن البارد. هيتحط في السجن. جرجس هيبقى في السجن الميتاليك وهتنزله تحديات ميتاليكه جدا، وهنا هتكون في نانا قدامها تحديات حاره جدا، والمفروض ان هي هتخلصها في وقت اسرع من الوقت التاني، واللي هيخسر في التحدي ده هيبات هنا لحد الصبح 24 ساعه. وعملنا شويه تعديلات على السجن زي ما انتم شايفين، في اضاءه وفي حاجات تانية، غير ان السجن بقى اشد امانا شويه. المره اللي فاتت كنا مثبتينه بمسمار، دلوقتي هو متثبت بمسمارين. الله اكبر الله اكبر عليك. في سر في يوتيوبر بيعمل الكلام ده. طب ما تحركوش بقى اشعر، ما تعملش كده. بقول لك ايه، تعرفي تطلعي راسك من الحديد؟ اه طلعيها كده. استنى عشان النضاره اهو. تعرف تعمل كده؟ لا. عارفه ليه؟ عشان انت راسك فاضيه. ثبت صدى كله اتصدى. انا حاسس ان انا مش في سجن، حاسس ان انا في ديزني لاند. فين البدل؟ فين الشغل؟ حلو، احنا فيهم البدل يا صاحبي. بالراحه بالراحه. ايه يا اسطى ده؟ ايه اللي اسلوب النتفن ده؟ ما انت في سجن ولا انت في كوكي بابي؟ ما خلاص يا روش يا صارمة. انتوا متخيلين ان انا هدخل جوه البتاعه دي؟ طب انت هتدخل اتنين مكانك ايه؟ ايوه ما هم هتدخلني، مش هتدخلنا انا في الحقيقه. ايه انت خلصت ازاي؟ اسعد لحظه في حياتي. يا هدي نفسك بس والله العظيم. طب انا دلوقتي هبات. انت ليه بتحكم عليا بالخساره يا باشا؟ انت بتسمعني يا جماعه؟ انا اتسجنت بجد باشا. انت مسجون قديم. انا على الطلاق رد سجود. وش وش سجود. وريني ولا كده رد سجود. شبه علي الميكانيكي اللي بنعمل عنده العربيه. والله حديد يا باشا. ونبتدي يا جماعه مع اول جوله. بس هنجاوب. ايه ده بقى؟ ده مشروب مجهول الهوية ومجهول المصدر. هو هيكون ده المشروب اللي هو عبارة عن تلج بقى ويوجع السنان. بالظبط كده يا فندم. وانا بقول له انه عامل زي موظف السنان دي. تحدي دلوقتي المفروض ان جرجس يشرب المشروب الساقع ده في اقل من دقيقة. انت قدامك دقيقة بس، لو جبته اقل من دقيقة تبقى كسبت. حلو، اشرب كل ده ولا اشرب كل ده؟ كله بتلجه تقرقشه. الكلام حلو. تايمر. ده طعمه خ... استغفر الله العظيم يا رب. طعمه وحش بجد. بدا يلا. طعم وحش قوي، ريحته جامده قوي. مفيش وقت، اسحب 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 اسحب. ده انت ميه ساقعه يا ابني، المفروض تبلع الكلام ده. مش هو اللي ميه ساقعه، انت اللي ميه ساقعه. اسكتوا. 22 ثانيه هو مش وقت. يلا ما تخليهاش تكسبك. انا حاكم عادي بس ما تخليهاش تكسبك. ايوه يا كداب. 6 5 بس ناقص ثانيتين اشغلهم لك. خلاص خلاص. بس لوزر لوزر. تريقي عليه عشان لوزر. انت عارفه الجوله بتاعتك ايه؟ ايه؟ ما بلاش. اه هترجع ولا ايه؟ اه جرجس عايز يخش الحمام كمان. ليتس جو. وانا غمزه عينك لو حدا غيري والله لابد الليله. انا خايف اقوم الاقي البنطلون مبلول. ويا ترى هتعمل بيبي لونه بلو؟ اقسم بالله هديك على وشك. وحده البتاع ايه الماتيريال دي بتاعت الاستوديو الجديد؟ عندكش لمس؟ سمعك يخرب بيتك. لا مش هيبقى فيها استوديو جديد ولا حاجه. مفيش اي احساس بالمسؤوليه. استني بس. يتخصم منه. خصم ايه؟ ده هتخصم روحه. انت عارف دي كانت بكام قبل الدولار؟ احنا كنا بنشحتها. عارف بعد الدولار بقت بكام؟ مفيش اي احترام بالمسؤوليه. بتضربه اكتر من امي كانت بتضربه يعني. عشان مبسوطه بان انا عارفه اضربه دلوقتي. بما انك بتضربي تعالي خدي الجوله. مش شايفاك شطه اسمها شطه تباسكو. دي شطه حراقه. ما تودوني عند امي، امي عايزه فيه. ما انت هتسقيه دلوقتي بالشطه. عارفه شطه الويسكي؟ شطه الويسكي اسمه شط. الشط. انت قادره خمرجيه قديمه. فاحنا ناخد 4 شطات في الدقيقه. 4 شطات في الدقيقه. انت رايق شكلهم هيبقوا 4 دبل شط في الدقيقه. 3 2 1 سبتي شط. الوقت قاعد بيعد. الوقت بيعد. هو ايه اللي هرجع لسه في الشطه كمان بسرعه؟ ايه؟ ايوه. حط الثاني. لا لا اسحب اسحب. ضيعت 20 ثانية في أول شوط. شوط صغير أهو. ابلعي ابلعي الشوط ده. طيب وهحسبهولك باتنين. أهو هتحسبهولي بالأربعة. لا بالاتنين. خلصت. بس في شوطين كمان. لا. 8 لا 7 لا 6 5 4 3 2 1 هاتي موبايلك.
على فكره. بصي الاستغلال ده وحش قوي. هات ايدك. لا ما تمسكيهاش. بصي الله. شايفه العلب دي لو دخلت جوه بقها تعمل انت عايز تديها الكوبايه دي؟ اه عايز تديها؟ اه متاكد؟ انا اسف وقعت مني غصب عني. نعمة ربنا يا ابني. اتنين مش سالكين اتجمعوا في سجن واحد. شطة هتموت يا فوزي. الجولة اللي بعدها. جولة كيرجس دلوقتي هتكون عبارة عن حبات منتوس اهم. وهيحط المنتوس في بقه مع المشروب اللي هو المشروب السنان. يا لهوي. وهيحط في بقه لمدة 30 ثانية. يا لهوي ايه الريحة دي؟ يا جماعة يا ريت والله كنتوا بتتفرجوا على الفيديو صوت وصورة وريحة. الريحة جامدة. أقوى من الجاز. انا عايزه افتكر الريحه دي كانت ريحه ريحه المرم بتاع امي وامك وستنا. أيوة. والجو ده. قبل ما تبتدي طلع التايمر راجل. يلا تاني حاجه احط المنتوس جوه عادي اهو التايمر. لا لا إيه؟ لا ايه يا انت عايز الفوران يحصل جوه بقي إيه؟ اه ضمنك انا ده فيها شويه ميكروبات بس تمام عندي ميكروبات احسن. العرب التجود ما بحبش حد يعلى عليا ده انا المقرف اتقرف. 3 2 1 ابلع 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 يا عم ربنا. لا ما يبلعش. لا هرجع والله. تعمل غسيل معده فور فري. لا لا يا لهوي والله الواد ده جامد. يا لهوي 14 ثانية استحمل. 5 4 3 2 1 والله العظيم راجل شاطر. انت كويس؟ كمية تلج على فكرة بجد والله حرام. ايه؟ حرام. ما هيبقى حرام عليك انت كمان. ليه يا عم انا مال؟ الجولة التانية. الغير هيتش. هتستسلمي في الجوله الثانيه وهم ثلاثه؟ لا استسلم في الثالثه. شيل الاستسلام لحاجه ثانيه. بتاع ده بينفخ المعده. معده مربين معزه عندنا في الجنين. المعزه هنا والجاموسه هنا معروف. خش على جولتها عايز اسمع صوت الاه. الجوله الثالثه. انت ليه متفاتئ يعني مش متفاتئ منشكح كده يعني اما حد يدلعني يقول لي مفتوح. طب بجد ليه منشكح كده؟ شايفه ده لما بنحطه على اي لقمه بيموت صح يا عم جرجس؟ صح. ده سندوتش برجر بصوص الاندومي الكوري. بصي شايف الصوص؟ شايف الصوص؟ بس للاسف فيه رقعه بس صوص. احنا هنضطر نعمل ايه بقى؟ ايه ريحته؟ ريحته وحشه قوي. يا لهوي ما انت فاكره ايه؟ انت بصي الازازه عملت ازاي؟ الازازه ساحت مش شطه. طب مين اللي هياكل ده؟ انت او ماله؟ ادي اديله اكتر من كده هتحتاجي مستشفى كبيره واحنا المستشفى اللي هنا صغير. اساسا انا كده مش هحتاج مستشفى. قدامك دقيقه. دقيقه مين يا ابو دقيقه؟ فكرني جرجس احط كله في بقي. شكرا كلته. لو سمحت يا استاذ جرجس خليها دقيقه ونص. بص العيش داب من كتر الشطه. 1 2 3 بص دقيقه 22 لسه معانا 22 ثانيه زياده. ريحته وحشه قوي. حاسس ان انا عايز اقف من هنا فاهم؟ لا لا كملي كملي. هات لي ازازه الصوص. ده العيش فاتور مش شطه بجد. ايوه خد دي ودلع بيها. 56 سنه ده طباسكو ماشي. وخد دي تبلع بيه. هي لحد دلوقتي مش حاسه بالشطه قوي خدوا بالكم. اول لما تبلع هتروح في داهيه. 44 ثانيه افتح. 43 ثانيه. بصي انا عايزك تحطيه هنا. حطي في الطبق هنا قدامك. 18 ثانيه. عايزك بقى تغرقي في كل ده. اوف او ماي جاد او ماي جاد. لا ما تكمليش. بجد والله العظيم ثابت عليا. بصي خدي كل اللي معايا. 30 جنيه 40 جنيه 50 جنيه وعلى اقرب مستشفى. هروح بيه المستشفى بقى ولا ما اروحش؟ دي بتاعتي. الجوله اللي بعدها دي الجوله بتاعتك. ده طبق مليان تلج. صورها عشان ابعتها لابويا واقول له ان انا عامل في ابنه كده. بص يا حبيبي ده طبق تلج. المفروض بقى انا هديك اختيارين. يا تحط وشك في الطبق لمده دقيقه يا اما تحط التلج لمؤاخذه في هدومك من جوه وتستحمل لمده دقيقه. اقول لك على حاجه حلوه. احطه في هدوم تمام؟ وريني هتدخل الطبق ازاي. عادي هاتوا انا ادخله له من هنا. تعالى لي هساعدك. هدخل كل الهدوم جوه الشراب عشان مفيش حاجه تقع. صح انت كده راجل دباح. لا انا عشان ما بخافش عشان انا عايز اكسب النقطه بصراحه. مش عايز ابات 24 ساعه هنا. انا نسيت ان انا هبات هنا. تستهبلي في التحدي. يلا يا باشا. والله ما كنت اعرف. انا كنت اعرف اتكلت ان يجي لي اكل. انا عايز اتفرج. استنى استني بس عشان اللحظه دي محدش بيحب يتفرج عليها. انا هنا اهو اتفرج عليها. من التايمر يا ابن اللذينه.
حيوان يا حلوب راجل يدي يا جرج اوعى تحدفها عليا عشان شعر لا يا حيوان يا حلوب ودلوقتي مع الجولة اتنين ودي الجولة الأخيرة شايفة الدخان أكيد مش هحط وشي فيها رومي كنت أقرب كده عايز أقول لك حاجة خلاص تمام بصي بقى المايه دي مايه مغليه جدا طب ممكن حد يجيب لي توكتي من الشنطه انت هنا في سن يعني هو السجن ما فيهوش توك ما فيهوش توك يا ثانيه بقى استنى نعد التايمر نعد التايم اهو اغنيه اشتغلت بالغلط صحابي جاهزه اهو يلا أنا يلا هعمل ايه اكتر بكده لا قربي اكتر قربي اكتر احسن ما ادوس هنا خلي بالك ده اوبشن عندي ومسموح هتخسر التحدي ما دي سخنه عارفين ان ده تفتيح بشره اذا حمام بخار بيفتح مسام البشره اوه يا طب يلا مسام البشره مش فاضل كتير ايه ده ده حط شطه خليها تولع قربي وشك اكتر قربي يا اما هدوه كله وهدوه المره دي على شعرك انا ما بهزرش الله عليا نطره شوف طول بقى شويه شطه على حمص هنبقى تمام البومبولايه بقى بقول لك ايه انا ما عنديش مانع اسلقكم انتوا الاثنين متاكد متاكد ايه عادي ايه استنى بس عشان ده بتاع اختي اخويا رميك بص اسنانه تصدقي ضميري بينقح عليا ضميري مش هينومني يا الله طب يا جدع ممكن تجيبوا لي المفك عشان اطلع هتشرفينا والله يا نينا ايه ده اخيرا هطلع ده انا هراضي فيكي للصبح ما تفتحوا لي بصي احنا ممكن نعمل لك تخفيف من 24 ساعه ل 12 ساعه عشان تلحقي تروح الفجر برضه هتروح الصبح 6 الصبح كان رايح المدرسه وبما ان انا خارج حابب اقول لكم ما تبوش تفتح لي؟ ما تبوش تفتح لي؟ اتحايل علينا بصي هاتي اخرك في التحايل صورني زلة والله العظيم سمعيني كده بقى بتقول ايه؟ ممكن تفتحوا لي؟ لا هاتي اخرك اتحايل عليا جامد لو سمحت يا استاذ رامي لا مش عجباني طيب بجد طب يا جماعه وكانكم خلصنا التحدي بتاع النهارده انا اللي كسبت هنسيبها شويه يعني هي عشان بنت ممكن ما نسيبهاش 24 ساعه يعني هنشوف اخرنا كام وساعتها بقى نبقى نفتح لها وممكن نعمل شويه تقفيلات كده من فوق عشان لو فكرت ممكن نحط سلك شائك ممكن نحط الترابيزه دي كده سلك شائك بيودي المهالك فاهم حاجه كده يعني انا مش تعبانه عليكم لا ولو عجبك التحدي اهم حاجه بس تنساش ان انت تدوس لايك للتحدي عشان يوصل 150 الف لايك ولو وصل 150 الف لايك هنعمل الجزء الثالث انهي معانا التحدي وهطلعك النهارده بس متاخر على الفجر ونشوفكم الفيديو الجاي سلام نانا مش عايزه تروحي الساعه 10:30 عايزه هو الحاجه بتتصل رد على ماما الو ايوه لسه مش عارفه يطلعوني يا دوب ادخل بدنا الساعه 2 الفجر